اهلا وسهلا شباب، انا ايمي كيو، واليوم عندنا نزال بين اللهيب الاسطوري ضد السيف الوهاج. فتحنا in our previous video, so please اشترك الان, subscribe right now and watch that video. And you might be knowing how I got this base. Typro gave me, thank you Typro for sponsoring this video. Shukran Typro. So Typro gave me all these base to make awesome Bay Battle videos on their new channel called Bay Battle Burst, Bay Battle Zone. So please go subscribe to them. Please go subscribe to Bay Battle Burst, Bay Battle Zone. Okay. النزال الأول. ثلاثة اثنان واحد. انطلاق. انطلاق. من سوف يفوز؟ السيف ولا؟ واحد صفر. النزال الثاني. انطلاق. انطلاق. من سوف يفوز؟ السيف. نعم السيف اكيد سيف. Maybe. Yes. سيف فاز. اثنان واحد واحد. Draw. تعادل. اوكي. النزال الثالث. ثلاثة اثنان واحد. انطلاق. انطلاق. اثنان اثنان واحد. النزال الرابع. ثلاثة اثنان واحد. انطلاق. انطلاق. من سوف يفوز؟ السيف. ممكن maybe. نرى من سوف يفوز. الفائز هو اللهيب اللهيب الاسطوري. الان انا بحطه في الدوران اليسار. اوكي دورانه يسار الان. ثلاثة اثنان واحد. انطلاق. انطلاق. اوفر فينيش. واحد صفر. النزال الثاني. ثلاثة اثنان واحد. انطلاق. انطلاق. اوه اوفر فينيش اجين يا اصدقاء. واتس جوينج اون. اثنان صفر. ميبي سيف. ميبي. اوكي النزال الثالث. ثلاثة اثنان واحد. انطلاق. انطلاق. السيف ولا اللهيب؟ الان اللهيب يعني. نو سيف. سو اصدقاء سيف فاز في الدوران. سيف فاز للهيب في الدوران اليسار, واللهيب فاز when he was in الدوران اليمين, and he was only one click far away from bursting. واو. So what I conclude is Excalibur, السيف اقوى من اللهيب. In the previous one, and we got 2-3, which means Saif was really close to this Bay Battle on right spin. When and fil yasar, Excalibur dominated Al-Lahib. So يعني this Bay has total more points than this Bay Battle. الفائز هو السيف. إذن أصدقاء إلى اللقاء لنرى مرة ثانية.